وفي الداخل الإيراني تتواصل حركة الاحتجاجات الشعبية والإضرابات العمالية التي تعج بها العشرات من المحافظات والمدن الإيرانية، هذا ويستمر إضراب سائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم برفع أسعار أجور الشحن وتخفيض الرسوم وبشمولهم بالتأمينات الاجتماعية الحكومية. يقول ناشطون إن إضراب سائقي الشاحنات شمل محافظات طهران وأذربيجان الشرقية وكردستان وأصفهان والأحواز المحتلة، إضافة إلى عشرات المحافظات والمدن الإيرانية. في مايو الماضي نظم سائقو الشاحنات إضرابا عاما استمر نحو أسبوعين وشمل 31 محافظة، واحتجوا بطرق مختلفة على تدهور أوضاعهم المعيشية وقلة أجور الشحن وزيادة الرسوم وارتفاع فوائد أقساط السيارات وغيرها من المطالب. كان اتحاد سائقي الشاحنات الدولي أصدر بيانا أعلن فيه تضامنه مع الإضراب، مشيرا إلى أن سائقي الشاحنات في إيران اضطروا في 25 محافظة و160 مدينة إلى الإضراب بسبب سياسات النظام الإيراني.